أمين المسكيني، محمد أمين بن حميدة، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، يوسف المصراتي، بلال بن ساحة، عبد الرحمن رفع الكرة عالية، التدخل من طه ياسين الخنيسي، الكنترول ممتاز في الجهة المقابلة، تربيات متتالية على هدف متعة الدربي، إن شاء الله تكون حاضرة في دربي اليوم يأتي لصالح الترجي. بعد الأولى كانت للنادي الإفريقي عن طريق البوركيني باسيرو، دون أهداف بين الفريقين كان سنة 2010، إن شاء الله نشوفوا أهداف اليوم في مباراة الدربي. يدور بالكرة مازال محافظ عليها، العودة للخط في محور الدفاع اليوم، نلقاو اسكندر العبيدي وسامي الهمامي، الثنائي اللي موجود في لاكس، لكن مقطوعة الكرة، حسين الربيع الانزلاق الكرة، مازال الحكم أمير لوسيفي نبع ملاعبي تزوج فرق الكرة الأخيرة، والمخالفة في منطقة الجزاء ترجع من دفاع الترجي، لكن قبله موجودة الراية لملاعبيتو، الإعادة هنا من كرة كادت تجيب الاخطر في دفاع أو هذه بين الترجي والنادي الإفريقي، كرة في اتجاه كوامي يدخل للأهداف بين الإفريقي والترجي، الكرة لطه ياسين الخنيسي. مباراة متوازنة إلى حد الآن، متكافئة بين الجارين الافريقي والترجي، مرة أخرى يتدخل أمير لوسيف ليمنح ضربة المخالفة، الكرة يبحث على زميل متحرم الرقابة، التوزيع داخل منطقة الجزاء، ومرة أخرى دفاع النادي الافريقي بقيادة الهمام خليل، ممتازة اللقطة الأخيرة من أحمد خليل، عودة بكرة في محور الدفاع إلى حارس المرمى، عاطف الدخيلي رجع كورته طويلة، عاطف الدخيلي اليعقوبي بالراس، يمشي بن حمودة قبل أحمد خليل، ترجع الكرة من سامي الهمامي اللي سبق له أيضا اللعب في الترجي، سامي الهمامي حارس المرمى يوسيف، تسع مباريات في الرابطة المحترفة الأولى، 36 30 دقيقة لاعب رفقي في الشوط الأول، ما زالت متعادلة. موري البداية للنادي الإفريقي، فرصة أولى ويستحوذ على الكرة، بداية الهجمة لباسيرو في الترويض، تبقى ديربالي 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 يرفع الكرة عالية في منطقة الجزاء لصالح الترجي، والتدخل من سامي الهمامي، التدخل من الدفاع من سامي الهمامي، حط الكرة في التماس، التماس لصالح الترجي، وكرة كان ضغط مزيان مزيان مزيان، يوزع الكرة في منطقة الجزاء، وتدخل من سامي الهمامي، هذه كرة من أحمد خليل، استناف اللعب للنادي الإفريقي إلى سامي الهمامي في محور الدفاع، فوسيني أبقى لعبد الرؤوف بن غيث داخل منطقة الجزاء، وممتاز التدخل من سامي الهمامي لسامح الدربالي على اليمين، الدربالي يمشي بكرة المزيان، عبد الرحمن يمشي في منطقة الجزاء، سامي الهمامي رجع الكرة، لاعبيه الزوز فرق، سامي الهمامي وفوسيني كوليبالي بن غيث، كرة في اتجاه عبد الرحمن، مزيان مزيان يصوب مزيان، والتدخل من دفاع الإفريقي، سامي الهمامي يضع الكرة في التماس، الهمامي يصد تسديدة عبد الرحمن، والترجي التعادل.